عليكم السلام. اخويا لقيت هاد النمره معايا ايطاليه. اخويا لازم لقيت اخويا هاد النمره معايا ايطاليه. اخويا التازي ياك وري مين تلي صونيتي عليه في الواتساب. اوي ولاتي؟ لا اخويا ما صونيتش عليك انا. قتاش في الصباح ولا دابا؟ حتى التليفون كان عند بنتي ريما وما عرفش واش هي بنتي بقى صغيرة عندها 21 ما عرفش واش هي اللي عيطات لك ولا لا. شنو ساكنة ولدي انت؟ مازال صغيرة. مازال صغيرة؟ 21 يا فين ساكنة؟ مازال صغيرة. عادي ولدي راه كابرة معايا وساكنة معايا مازال صغيرة بنتي. شافها عمرك؟ ولا بحال اختك؟ 18 عام وتطير. الله يهديك يا ولدي رحمة ربي وتنعرفوا ربي يا ولدي. الله يهديك هذا ماشي شغلك. الله يسرك الله يسرك الوالدة. احترم راسك احترم راسك المزغب قال لي فيها بريس. الوالد تسير شري طوندوز الفاسي الحزاق تهضر معايا على بنتي. انا نقدر نمشي معاك بعيد يا ولدي. احترم راسك انا ما يتغرش. انا قلت لك يا ولدي احترم راسك احترم ولادي وما تقاش تعيط في هاد النمره. ما تقاش تعيط في هاد النمره راه دويت معاك ولا قسما بالله تربيك. والله ولدي تربيك صافي صافي الوالد صافي. وانا قلت لك انا بوس ليا يدي وسير. باش كتهضر باش كتهضر من نيتك؟ تنهضر من نيتي راجل امن هذا اللي تيهضر معاك. ما تبقاش تعيط ليا لبنتي وهاد لابير مسجله. هو راجل امن ومن بعد انت اللي صونيتي عليا من بعد دابا عاد 5 دقائق وتكون مسجلات امبير. بلاتي ناخد السكرين بلاتي هاد صويرتك هي السكرين هو خديتو بلاتي. عقل على هاد الهضره تعيط لبنات الناس وتدير لهم الابتزاز والتهديد. تعيط لبنتي الصغيره انا غادي نوريك. انا نوريك الفقير. انا نوريك ولد الزناقي. انا نوريك ولد الزناقي. انا نوريك داوي من نيتك كي تلشداوش. ما تبقاش تعيط لبنتي ريما. ما تبقاش الا عندك اختك بنت الزناقي راه غنربيك. انا عارفك بنات المخزن شتي سواو. واش متحمق ولا مالكوش؟ انا صرا شي بنتك ولا مالكوش؟ راه تيهضر معاك كوميسير ديفيزيون. احترم راسك تقول لي تحمق بروش الاول لك. احترم راسك ما تعيش ليا لبنتيك. ما تبقاش تعيط لهاد النمره. انا هضرت معاك واخر مره انا صرت قود. احترم راسك خويا. تصدق قلت لك احترم راسك وسير الله يعاوننا يعاونك. تركت بويستان ما تخرجش انت يا كوميسير وكتخرج من فمك بحال الهضره ديالك. ربي امك انا ربي امك. انا عارف القانون. تبتز ليا بنتي انا كاب نجاوب بالطريقه وكثر وغنربيك ان شاء الله. وعقل عليا الا ما جبتكش تفلي على هذا الوجه هذا وغدا غادي نعطي لهذا الرقم ديالك الشرطه العلميه والعلمانيه غادي نعطيهم لك. ودابا تشوف انا سير ولي انا نقطع ان شاء الله. ان شاء الله هادشي كامل هاد الاجراءات هادي ان شاء الله كامل الاجراءات ان شاء الله. جيب معاك الفوتر حيت غتبصر. جيب معاك الفوتر زايد. جيب معاك المداد ان شاء الله. دابا تشوف ان شاء الله ولي نقوم بهاد الاجراءات هادي ولي هاد المره بغيت نعرف منين جبتي نمرتي. شنو عندك ما يدار نتايا؟ ديك الزعطوط مالك يا خويا. بعد مني سير عطيني شبرتي ساعه خرج ليا من داري. سير بعد مني سير بعد مني بعد ليا من بنتي ماما. خرج ليا من داري هذا ما خويا. فين هي الدار عندك اخويا العزيز وماما؟ كيفاش الدار عندك خويا؟ راه تنضحك معاك تضحكتي شتك تخلعتي في الاول تنضحكوا معاك اخاي شدي في التليفون. سكوت لمك سكوت انا مزغب. سكوت لمك واش انت مزغب؟ ما فهمت بلانيت دو سانج انت تسير حيد عليا داك الزغب ولا بغيتي تتزوج. المهم اخويا راه تنضحك معاك والله يسهل عليك. وحنا ضحكنا معاك وشدينا فيك. معاك اخي الفلوجه ودرنا لك هذا المقلب. ومبروك عليك راه تشهرتي في فاس. لا ياك اخويا. ايوا تبارك الله عليك اخي وليله سعيده. وما كاين لا ريما لا ريميطا. يا
يلا خي بوي ستون تهلا ليا في راسك. السلام. دير شي ديديكاس لصحابك فاس ولا مرتي يقصد بالله في اللوجة بعد هذا الشيء صوري واخا بروفيتي ودير ديديكاس سربي ربي الصدقة غادي البرنا وقت البرنامج لا يسمح سربي لا واش في اللوجة بعد هذا الشيء صوري لا ري لوبنا هادي تسير صاحبي راه قلنا لك تسمع راسك دير في اللوجة في يوتيوب وغادي تسمع راسك غدا دير شي ديديكاس بالزربة واحد جيتينا ضريف ومخلوع يلا المرعود تحياتي اخويا العزيز تحياتي السي مدني من العلامة دابا يا مرحبا ويوسف ومحمد تادير وإذا نسيت شي واحد اخويا سمحلي إذن يهدي حسن من فاس أغنية تترقى فيها لكل الأصدقاء ديالو وكذلك إلى حبيبتي ريميتا نترككم ونقول لكم إلى اللقاء ونترككم مع هذه الأغنية إلى اللقاء تترقى فيا تبكي عليا ندردني وامام الهمامي عزيدي الهمامي خوتي تنموت عليكم تالله غدا إن شاء الله غادي ندير لكم فري فون وغنديروا فقرة قسم معايا لأن هذاك حقكم.